يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. العظمى في القاهرة 22، الصغرى 14، الإسكندرية 22-12، مطروح 24-11، بورسعيد 22-16، الإسماعيلية 23-15. وإلى السويس العظمى 22، الصغرى 14، العريش 24-13، طابة 24-14، شرم الشيخ 26-18، والغردقة 26-17. أما عن الأقصر فدرجة العظمى 26 والصغرى 13، أسوان 27-14، الوادي الجديد 26-9، شلاتين 27-21، وحلايب 25-20. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.